أدوقت أنهت أجهزة وزارة الداخلية الاستعدادات لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم مراجعة للخطة والإجراءات الأمنية لترسيخ دعائم الأمن والنظام ولتحقيق الانضباط ولحماية وتأمين المواطنين ولتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية. استنفار أمني وجاهزية للقوات لتأمين جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي يتم التصويت فيها على مدار يومين. وزارة الداخلية وضعت خطة تأمينية تشارك فيها قطاعات الوزارة بعناصرها المدربة ذات الجاهزية العالية والمزودة بأحدث التقنيات والمعدات التي تتيح لها سرعة التعامل مع أي خروج على القانون والمستجدات والطوارئ. تعتمد الخطة الأمنية على انتشار واسع لعناصر التأمين والخدمات الأمنية بمحيط مراكز الاقتراع المختلفة على مستوى الجمهورية ووضع ارتكازات أمنية أمامها، مع إجراء عمليات تمشيط متواصل بمحيط اللجان. بالتزامن مع تلك الإجراءات الأمنية يتم تأمين المنشآت الهامة والحيوية. كما تنتشر عناصر من قوات التدخل السريع والأقوال الأمنية التي تتميز بسرعة الحركة والجاهزية للتعامل الفوري والسريع مع كافة المستجدات الأمنية. ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية يتم المتابعة اللحظية للحالة الأمنية على مستوى الجمهورية من خلال ارتباطها بغرف العمليات بمديريات الأمن لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية. درجة الاستعداد لدى القوات وصلت إلى المرحلة القصوى لتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي، وبما يوفر مظلة أمنية يمارس من خلالها المواطن حقه الدستوري في اختيار من يمثله في مجلس الشيوخ، لتؤكد الشرطة المصرية قدرتها ونجاحها في تأمين مثل تلك الاستحقاقات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.